شرف وين بيتها مانتها إن أنا كسر قريب قالوا ريبورت كان لصوب عندي جاييو أرونا هانتي إن توصي ميل فوق اللقيني حلقي سيد فردوس أي شيء كسي أنا وأن وزارة نشوف بتشري مركي أنا نرسي سيد بنا قرينا ليرا سوشيال بروتكشن دتك وين رياب أو ما أي أهان تشرين وحيابة أي دولة دو اسكو مشغولس أنت مركا أنا بل وحنا مرينا يوحي علمي يا قانها دتك يجوه الرياب هذا واحد له بل سياسة يا أهلين ثم بنسكو حد الدونا أنت أنا تاجلين وحن ربعنا نكبل أبو أركتي أي دتك الصومالية بدي قبان أو بقول كي بقول خلدن بان ربنا إن النهارتمان تمل سرد أركتي داس أو أخبر ما مشي ده لوجو تلاج علي إن يدري إعلان ده ديوغ النقول الظروفه ده دقن دقالة آيات كذا ووح خلدن بيدت كسمالي ده مسين يجا أو كذب قادنا إياه فنوم من الكلة أما دعذك له أو إنه هو داير كان. تاس أو أحدث كي سوماليات حول نقطتها أها إبرلدها. أي نمي يجي يكو وين دجان ندم. إن أي سو وذا كولالين أو دولي مادن مقالو يكي ووين. وحين مركز سوماليات يسوشك. ما عنده بدو أنا ركية بس سنة الموسى السودي سؤال هذا علمي اسمه وزير كويديني. وحين يسوشك. وحكينا يا أرنتني أنا يتهي دريال كذا خلصيني سكلا حتى نودقنا قف والبا أودلي يرى أو هل كان فديه حديث تاريخ لي سأين دوب الرعنة أي حتى كوا ووين وحبر شريسي أبا بنتي سي دريال كيسي هرة كريمه سي ويرتاح قف أبيه يهودي وكلي أبو في الناي سورون تيمة إلا ما نتلمي يكنمي ويلك إنت اللصود دراما قبرنا فإذري أدركي هين شرينو إنت وحلا برو بوهير كدب ودريالي شرين سوسا اسمحين مقالوي كواوي عمران سومالي كويا الله حداد ما انت اكتو بقول دولار إلا بقول دولار إهل كودو صود دران فعروت اللغسو كوريا إلا وين أجنها unemployment rate كي وحين نشيء جاي سكاشن وحياه خيالي وفر بدم بامركات في كل حشرة دل يد ولد أن دريال أنت يد النقولي دولتنا ماها دلنا ماها سلا إيمان سلا ويا مركا دو عذر لوجو تلاج علي أوقف جار لوجو تلاج علي حدي قال أنت قادو أيقف كلا سيسو ما الدولة خلت كلا مستحب رقم كاس خلت كلا وحين إسلق هذا إن والله جم مارمان وأنا مهم إن صور كنا كتر شو مايه هو يرى صومالية الشرف تي عز جل المهد بيها سينا يسا مرك اللحجو أما اللح اللي الروابط أي الروب كي ويدو وويه قوات كادان حدان هل كان لقود دريالي سو أنت سوق أحد حمر دشير إيمان ما يسوى أما هرقيسة أما بوساسة أما بيدبا نكن بيرتفالان أي إحيوك يعزي غري مركا حالف داقون نقضو إي أي حقوية مادي أبارا أي دعاني نلكو بقو أبادو ما هل كان كل ما الله أوران أي وسوق حياه حمر بطل مني. دولة مركز مسؤولية سارينا وحوي إني هل كعب دري يشوا. وصد حدا بلاده أي كم غيهم بيهم أما وايه أي كألقيهم وحي عرور تكوك رلها إنه هلا وواجب إن سارني. مركز فهم كلا يراهضو تتك وحيابها ياب كلا دولة مريكة كوكلية سديد بقول هي كنتن مليون ويوحي كوب بحسي. أبارتي ودن بيسي دور بقول أو كن أو دتكي وحسوس هاري
by inta arrimaha rabbaniga ay ku habsadeen ka soo qaxay deganadoodii oo bay daba duliyay ya dareela qofku intaano ay dib u noqono waa in loo tiriyo maalin dawadu xandaawanay documentary laga soo duubay tuulo yar oo xeebta Puntland ku taala wa community rokooban gabigooduba waxay ku nool yihiin qootan inay soo dabtaan badda ka soo dabtaan qubada bahasha la yiraahdo oo adun weynuhuna uu yiri yaan laba daban oo laba noocay ninkii wareysanayay ayaa wuxuu weydiin ragga ka mid ah maxaa waxa lagu kalifaa caruurtii wax kale aanu siisanno oo nafaqo leh baan weyni biido marka qof magaalo jooga oo saddex goor cuntadiisu miiska u saaran tahay iyo nin Mareykan laga soo biilo iyo maarka saaye mid iska ladan iyo beer walaha barakacay waa in loo kala warramo waana shaqo dawladeed in dadka loo kala warramo cashuurtii laga qaadi lahaa oo la siin lahaana waxaaba laga yaabaa kasaa ku doodaya inaanu bixinba dawladnimo waa daryeel ilmahaas markuu intaa la yahay baa la daryeelayaa waxbarashuu helayaa wasaaradda waxbarashadu waa ta 3,000 oo macallimiina qortay wiilka yar waxbarasho markuu helo oo isagoo adag oo maskaxdiisa iyo maankiisa iyo jirkiisuba dhisan yahay caafimaadna helay ee uu weynaado buu wax soo saarayaa markaasuu cashuur bixinayaa oo cashuurtiisa mid kale lagu daryeelay waxaan maanta aad u soo dhaweynayaa in halkan ay fadhiyaan wasaarado kala duwan dhowr wiik ama maalmo ka horba ahayd wasiir jaamac markuu soo bandhigayay istaraatiijiyadda biyaha ee qarankan Soomaaliyeed waxaa hadsan halkan fadhiyay wasiirkii beeraha oo fadhiya kalluumeysiga iyo xoolaha haddaan la helin intaas oo wasaaradood oo arrimahan ka wada baarandiga kama hadli karno yoolalka waaweyn qarankan uu leeyahay sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay aragtidooda ku soo gudbiyeen dalkan number 1 priority waxa uu ah amni horta amniga laga hadlayo hamoodina amni qaran xilligii la oran jiray amniga qaranka la ilaalinayo waa la soo dhaafay amniga laga hadlayaa waxaa la yiraahdaa human security waxaa laga hadlayaa badqabka badbaadada iyo daryeelka qofka Soomaaliga oo maxaaba ciidan iyo loo dhistaa dayuurado haddiiba ay gaajo dilayso ama ayax uu calafkiisa ka cunayo waxaan rabaa inaan aad iyo aad u bogaadiyo aragtida wasaaradaha oo dhami maanta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay lumartay u nahay sida wadajirka ay uga shaqeynayaan kobcinta daryeelka iyo mataqaanay horumarinta muwaadinka Soomaaliya waxaan rabaa inaan isku xidno higsiga fog ee dalkan uu leeyahay ee ku xusan qorshaha qaranka Soomaaliya horumarinta qaranka qorshaha horumarinta qaranka wuxuu ku dhisan yahay oo udub dhexaad u ah aragtida la yiraahdo yareynta saboolnimada isla iska hadda farduusa inoo soo bandhigaysay saboolnimo ma yareyn kartid oo wax ma taqaanaa maajiga ma samayn kartid haddii aanad ilmahaas markuu intaa leeg yahay soo daryeelin haddii aanad ka badbaadin inuu nafaqo darro u dhinto haddii aanad kharash iyo maal gelin uu xirfad ku yeesho marka waxaynu rabnaa inaynu isku xidno yareynta saboolka sida uu la dagaalanka saboolnimada sida uu wasiir bixi sheegay wasiirada kale horumarinta iyo human capital development annagu markii aanu bilownay arrintan la yiraahdo social protection policy ama social safety nets barnaamijku uu ka bilaabmay waxa yoolku uu ahaa in dadka bal nafta lagu celiyo lagu hayo waxa la siiyana waxa loo yaqaanaa unconditional transfers shardi baa lagu xidhay maayo hooyadii ay ina tustay yaanbada sidatay oo haddiiba saddex bilood markii biyo weydo caruurta masaasaa lagu eegayaa $100 bay dabka ugu shidaysaa hadhowgu wuxuu noqonayaa mid iyadana u gurmada isna wax istara xilligaas waa la soo dhaafay hadda taana waa la wadaya laakiin maxaa la barbar wadayaa wax la yiraahdo conditional transfers baa ka dhalan doona tan qof ka wax la siinaya waa shakhsi ama qoys wax soo saara beer yar leh qansax dheere dusheed ama rain fed ha ahaato ama mujawar ku taalla ha ahaato ama mid sanaa ku taalla ha ahaato
أما هو كلوميست وحل قبضه أي كعسنتهاي بالله كبيا وقف أما قيس وحصو صار لي بالله تاجري وهل كأي كسو قليا وزارة هاي كله productive sector كي وأركتي دولدين أو دحت على دمان وزارة هاي كله دون أو سوى دشيرة أي وجو جرمانيا موادن في الصومالية إنه النقطة مد وحصو صار دق على أهان الله ترتما لجيسة dadka Soomaalidu markay waxa aad u jecelin inay dalalka dariska iyo adduunaha la tartamaan iyagoo dalal laakiin dalku wuxuu ka kooban yahay dad leeysu geegeeyay hadii aanu ba shaqo tagin iyo la tartami kara waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo arrimaha social safety nets ku waxay udub dhaxaad u yihiin horumarinta qaranka Soomaaliyeed iyo kobaca dhaqan dhaqaale ee bulshada laga filanayo